متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله وأوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية للمملكة خلال هذا الأسبوع. نبدأ هذه التوقعات بيوم الأحد، إذ يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تشهد المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة هطولا لبعض الزخات من الأمطار بمشيئة الله تعالى، وذلك في ساعات الظهيرة والعصر. تشمل مرتفعات عسير والباحة وأبها وتلك المتاخمة للحدود اليمنية، وتصل درجة الحرارة هناك إلى 28 درجة مئوية. تكون في جدة 33 مع بدء اعتدال تدريجي على الأجواء، ولكن مع ارتفاع في نسب الرطوبة، 35 درجة مئوية في تبوك، 37 في المنطقة الشمالية، 40 درجة مئوية في الدمام والمنطقة الشرقية، 39 درجة مئوية في الرياض، والأجواء مشمسة في باقي هذه المناطق. يوم الاثنين لا تغيير يذكر على الحالة الجوية، تبقى الأجواء على ما هي عليه الحال، أمطار رعدية في المناطق الجنوبية الغربية، بعض من هذه الزخات ربما تكون خلال هذا الأسبوع غزيرة بما يكفي لأن تجري بذلك الأودية وتحدث بعض السيول في بعض تلك المناطق وعلى المنحدرات، وبالتالي الحذر واجب أثناء التواجد في تلك المناطق بمشيئة الله تعالى. يوم الثلاثاء يتوقع أن تستمر الأجواء مشابهة في مختلف مناطق المملكة، تبقى فرص الأمطار الرعدية قائمة في مرتفعات جنوب غرب المملكة، درجات حرارة ما بين 39 و40 درجة مئوية في المنطقة الوسطى، 41 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، 38 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، 36 درجة مئوية في تبوك، و34 درجة مئوية في مدينة جدة. يوم الأربعاء يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تبقى الأجواء على ما هو عليه الحال في كافة مناطق المملكة، بعض الغبار المتوقع في المناطق الوسطى نتيجة نشاط في سرعة الرياح، وتبقى فرص الأمطار الرعدية قائمة على طول سلسلة المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة. يوم الخميس لا تغييرات جوهرية على الحالة الجوية، تبقى فرص الأمطار الرعدية قائمة وقد تكون غزيرة بعض الشيء فوق جبال جنوب غرب المملكة، رياح نشطة متوقعة طول السواحل الغربية من المملكة بما في ذلك مدينة جدة، وتبقى درجة حرارة ما بين 40 إلى 41 سواء في الرياض أو في الدمام، و37 درجة مئوية في طول المناطق الشمالية، و36 درجة مئوية في منطقة تبوك. نختم توقعات هذا الأسبوع بيوم الجمعة التي لا يتوقع أن تحمل سوى بعض التغييرات في المنطقة الشرقية على إثر ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة هناك تصل إلى 43 درجة مئوية، في حين تبقى فرص الأمطار الرعدية قائمة في جبال جنوب غرب المملكة، 39 درجة مئوية في المنطقة الوسطى والعاصمة الرياض، كذلك الأمر في المنطقة الشمالية، 34 درجة مئوية في تبوك، و33 درجة مئوية في مدينة جدة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.